لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. المحرك الأساسي للإنسان في أعماله هو طريقة فكره. طريقة فكر الإنسان هي التي تكون العامل الأساسي في حركته. أنتم جئتم إلى زيارة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وأخته المعصومة عليها السلام، لماذا؟ وأشخاص آخرون يسافرون إلى أماكن أخرى فيها معصية الله، لماذا؟ لأن طريقة تفكير كل إنسان هي التي تتحكم في عمله. ولذا المهمة الأساسية للأنبياء والأئمة هي تصحيح طريقة فكر الإنسان. العرب قبل الإسلام كانوا من أذل خلق الله، في خوف دائم وفي غارات دائمة، وكما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: شعارهم الخوف ودثارهم السيف. يعني قلوبهم دائما خائفة أنه لا يغيرون عليهم قبائل أخرى فيقتلونهم وينتهكون أعراضهم ويسلبون أموالهم، ودائما السيف وياهم 24 ساعة. لما جاء الإسلام رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ بهذه الكلمة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا اللي مستوى تفكير عبادة حجر الذي لا يضر ولا ينفع، هذا الإنسان اللي مستوى تفكيره هكذا نتيجة أنه دائما يكون في خوف وفي ذلة. عندما تتغير طريقة التفكير من عبادة حجر لا يضر ولا ينفع، بل هو منحوت ومصنوع لهذا الذي يعبده، تتغير هاي الطريقة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. العمل هم يتغير، أسلوب الحياة هم تتغير. فالمسلمون بعد الإسلام أصبحوا قادة العالم وأعز خلق الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخر الآية الكريمة. فالأنبياء إجوا يصححون طريقة فكر الإنسان، وطريقة فكر الإنسان إذا تصححت عمل الإنسان هم يتصحح. يعني هذا الإنسان الذي يأتي ويشد على جسمه حزاما ناسفا فيقتل نفسه ويقتل الآخرين
ونفس الإنسان أعز شيء لدى الإنسان. الإنسان نفسه أعز شيء، وإذا يحب الآخرين عادة، وإذا يحب الأشياء الأخرى لأنها مرتبطة به، هذا الإنسان يستعد أن يضحي بنفسه هكذا، أن يقتل نفسه ويقتل الآخرين. ليش؟ لأن هذا دماغه مغسول، غاسلين دماغه، يتصور أنه بهذه الطريقة ينال رضا الله سبحانه وتعالى، وما يدري أنه يكون من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهو يخسر الدنيا حينما يقتل نفسه، ويخسر الآخرة حينما يقتل الآخرين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، يخسر الدنيا والآخرة، لا دنيا لا آخرة. لماذا؟ لأن طريقة التفكير هكذا، غسل دماغه بهذه الطريقة، يتصور أن هذا هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنه الطريق إلى جهنم. أو الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في صفين ثم في النهروان، هؤلاء الخوارج، لماذا أصبحوا خوارج؟ سؤال. لأن طريقة تفكيرهم خطأ كانت، التفكير الخاطئ أدى بهم إلى ذلك. يوم اللي تبعوا أمير المؤمنين في جيشه لم يتبعوه لأنه الإمام الحق المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى، ما كان تبعيتهم لأمير المؤمنين لأجل هذه الجهة، وإنما تبعوا أمير المؤمنين لأنه الحاكم. الحاكم عادة كثير من الناس يتبعوه، تبعوه لأجل هذه المسألة. الآن أنت تروح في أي دولة فيها طوائف مختلفة، تشوف الجيش مركب من هؤلاء الطوائف. الآن في العراق الجيش بشيعة بسنة بنصارى بصابئة بكذا بكذا، زين ليش؟ إذا يتبعون مثلا الرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، ما يتبعوا لأنه هذا الشيعي لو سني. الجيش يتبع الرئيس لأنه الحاكم. في كل الدنيا هالشكل، يعني الآن الجيش الأمريكي مثلا بمسلمين بنصارى بيهود، هذا المسلم عندما يتبع أمر القائد العام للقوات المسلحة أو لرئيس الجمهورية ليش يتبعه؟ لأنه يعتقد أنه هذا ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، هذا خليفة من قبل الله؟ لا، لأنه حاكم. فكثير من الذين تبعوا أمير المؤمنين إنما تبعوه لأنه حاكم، مو لأنه يعتقدون بأنه إمام من قبل الله سبحانه وتعالى. وهكذا كثير من الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وآله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، زين ليش قبل الفتح ما اتبعوا دين الله أفواجا؟ لأنه قبل الفتح الرسول صلى الله عليه وآله ما كان حاكم، وإذا أقصى حد أنه يحكم مدينة، المدينة المنورة مدينة واحدة. لكن حينما صار فتح مكة والرسول صار هو الحاكم على الجزيرة العربية، دخلوا في دين الله أفواجا. لذا في أول امتحان خرجوا من دين الله أفواجا. زين ذولا اتبعوا أمير المؤمنين لأنه حاكم، هسه هذا الحاكم أخطأ حسب زعمهم، زين تعال توب إلى الله سبحانه وتعالى. ما تتوب فأنت كافر، وأنت معارض للقرآن الكريم، وأنت كذا وكذا، إلى أن خربوا النصر في صفين. لأنه في صفين يعني دقائق قلائل كان يفصل جيش الإمام أمير المؤمنين عن النصر، حتى معاوية كما يروي ابن أبي الحديد في كتاب شرح نهج البلاغة، معاوية ركب على حصانه حتى ينهزم، يعني خلص المسألة انتهت، يعني شاف اضطراب حس أصوات كذا شنو أنه صار خلاف في جيش علي بن أبي طالب، فمعاوية قال خلنا ننتظر نشوف إلى أين يصل الأمر. فخربوا النصر في صفي، وبعدين في النهروان جردوا السيف على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، واستمروا في أفعالهم. طريقة التفكير خاطئة، والطريقة التفكير لما تكون خاطئة في أول امتحان الإنسان يسقط. إحنا مثلا نعبد الله سبحانه وتعالى، الإنسان المؤمن يصلي يصوم
يزكي مثلا يخمس. نسأل هذا الإنسان المؤمن، أنت ليش تعبد الله؟ الناس مختلفين. الداعي والمحرك الأساسي هسه يمكن الإنسان في لسانه يقول فد شيء، لكن يمكن قلبه غير شيء. بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره، إذا جاب أعذار لهذا وذاك بس هو يعلم بنفسه. زين أنت ليش تعبد الله؟ أكو ناس يعبدون الله سبحانه وتعالى خوفا، يقول أكو جهنم وإذا ما صليت الله يلقيني في جهنم، فخوفا من جهنم يعبد الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه عبادة صحيحة، مو أنه مو صحيحة، بس هي أنزل درجات العبادة، كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادة العبيد. العبد ليش يشتغل؟ يخاف، لأنه إذا ما اشتغل المولى يضربه زين أو ينكل به، وخاصة إذا المولى ما كان مؤمن فيفعل ما يفعل بعبده. هذا أدنى أنواع العبادة، طبعا صحيحة مو أنه مو صحيحة، لكن درجة دانية. والإنسان اللي هالشكل يعبد الله من الخوف من نار جهنم، إذا باكر خاف من فد شيء آخر يمكن يترك عبادة الله سبحانه وتعالى ويعمل على حسب ذلك الخوف. يمكن واحد يعبد الله سبحانه وتعالى طمعا في الجنة. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: فتلك عبادة التجار. التاجر عندما يروح يتاجر ليش يتاجر؟ سؤال. يخاف من أحد؟ لا، إذا غلق المحل وقعد ببيته وعنده رأس مال يأكل برأس ماله، ما حد يقول له ليش، ما حد يعاقبه، لكن ليش يروح يتاجر؟ حتى يربح. فهذا التاجر يتاجر لكي يربح. زين هذا اللي يعبد الله طمعا في الجنة هذا تاجر، يتاجر ويا الله. طبعا هذه العبادة أيضا صحيحة، مو أنه مو صحيحة، هاي العبادة صحيحة، لكن هذه درجة أيضا دانية أحسن من ذيك العبادة اللي هي العبادة الخوفية، لكن هذه أيضا درجة متدنية، كأنه دا يتعامل ويا الله تجاري، معاملة تجارية. ما يخالف إذا هم هالشكل تعامل، ما بي إشكال. لكن هذا الإنسان إذا حصل له منافع دنيوية أخرى يقول: عيف النسية وأخذ النقد. الآن إحنا عندنا دنيا وعيف الآخرة، أتوب إلى الرحمن من سنتين، هالشكل يقول. هذا القسم الثاني. هم أكو قسم آخر يعبد الله سبحانه وتعالى حياء، يخجل من الله، هذا هم زين. وفرض واحد أبوه مريض يجي يخدم أبوه، نقول ليش تخدم أبوك؟ يقول إذا ما أخدمه يضربني. أكو واحد يخدم أبوه، ليش تخدم أبوك؟ يعطيني فلوس. واحد يخدم أبوه، ليش تخدم أبوك؟ أستحي منه، إذا ما خدمته فشلة. إذا إحنا عرفنا أنه هذا دا يخدم أبوه طمعا أنه لا يحرمه من الإرث، يسقط من عيننا لو لا؟ يسقط من عيننا. إذا عرفنا أنه يخدم أبوه لأنه يخاف من أبوه، إذا ما كان يخاف من أبوه ما كان يدير لبال، يسقط من عيننا. نشوف هذا الإنسان طريقة تفكيره طريقة سيئة جدا. قسم رابع من العبادة، عبادة الله شكرا، عندما يعبد مو من الخوف من النار، عندما يعبد مو طمع في الجنة ولا حياء، شكرا، يقول الله سبحانه وتعالى أنعم علي هذه النعم الجسام العظيمة، ليش ما أعبده؟ عبادة الشكر له. إذا واحد أسدى لك معروفا، خدمك بخدمة، أنت قلت له شكرا، هذا كلامك شكر له، وهذه درجة عالية من العبادة، أنه أنت تعبد للشكر. واحد يخدم أبوه وأمه لا خوفا لا طمعا لا حياء، وإنما شكرا، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أبوي خدمني، أمي خدمتني، زين، أصل وجودي من بركتهما. لهذا الله سبحانه وتعالى قرن الشكرين معا، أن اشكر لي
ولوالديك. وبعدين الإنسان عندما يولد، هذا في علم الأحياء يذكره، سائر الحيوانات عندما تولد بعضها من اليوم من اللحظة الأولى مستقلة، وبعضها تحتاج إلى أبوها وأمها أو إلى أمها لفترة قصيرة. أكثر موجود احتياجا إلى الرعاية هو الإنسان. لو هاي الرعاية ما موجودة الإنسان يموت. زين، شكرا، أشكر الله سبحانه وتعالى، هذه درجة عالية جدا. وهذا الذي يعبد الله سبحانه وتعالى شكرا، إذا المصالح تعارضت مع العبادة ما يروح على طرف المصالح. ذاك التاجر يروح طرف المصالح، ذاك العبد يروح طرف المصالح والخوف، أما هذا اللي شكرا ما يروح طرف المصالح إذا تعارضت مع الحق. ذولا اللي كتبوا إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام رسائل، في بعض التواريخ 18,000 رسالة. ليش كتبوا للإمام 18,000 رسالة؟ لماذا؟ مو كتب الرسالة يعني أكثرهم، لأنه يريد الحق أن يحكم. كان متضرر من حكم بني أمية، متضرر منهم، زين؟ فنيته أنه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يجي يرفع الضرر عني، مو كان نيته أن الإمام الحسين يأتي ويقيم العدل ويدحض الباطل، لا، يرفع الضرر عني. زين، الآن ابن زياد سيطر، إذا ما روح ويا ابن زياد الضرر يصير أعظم، لأنه ببطش وإرهاب كان يتعارض يتعامل. فهذا أصل إقدامه للكتابة إلى الإمام الحسين كان لأجل نفسه. هسه الآن ابن زياد ضرره أكثر على نفسه، فيبيع الإمام الحسين ويأخذ ابن زياد. وحتى بعضهم من الذين كتبوا رسائل إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام صاروا من قتلة الإمام الحسين. أكو قسم أعلى من قسم الشكر، أن يعبد الله سبحانه وتعالى حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، مثل ما واحد يخدم أبوه وأمه المريضين العاجزين الكبيرين، لا عنده طمع، لا عنده خوف، لا أنه يستحي الناس يقولون ها هذا شلون شخص أبوه وأمه مرضى ما يدير بال لهم، فحياء واستحياء من الناس، لا، يحب أبوه يحب أمه، منطلق خدمته لهما هذا الحب اللي موجود في قلبه، هذا أعلى الدرجات. واحد يعبد الله سبحانه وتعالى حبا لله، أو كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، أنا أحبك لذا أعبدك. أنتوا الآن إذا شفتوا واحد مثلا رجل من السادة عالم محترم في منطقتكم تحترمه، نسألك ليش تحترمه؟ يعطيك فلوس؟ تقول لا. تخاف منه؟ لا. تستحي إذا ما مثلا احترمته؟ لا. مسديلك خدمة حتى تريد تشكره بهذه الطريقة؟ لا. ليش تحترمه؟ قل أحبه، هذا إنسان صالح مؤمن متدين مثلا، أحبه. وهذا النوع إذا صار في قلب الإنسان، بعد الإنسان لا يبيع الآخرة بأي ثمن بخس. الذين صمدوا مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهم أقلية، والذين جاهدوا مع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وهم أقلية، والذين مع الأئمة كانوا من المخلصين الأقلية. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يحتاج لـ 313 واحد حتى يظهر، ماكو بالمؤمنين 313 واحد، والمؤمنين بالآلاف عشرات الألوف مؤمنين متدينين كذا. بس ذاك اللي يوصل إلى ذيك الدرجة اللي منطلق يكون حب الإمام، لا منطلق خوف من شيء دنيوي ولا منطلق مصلحة. واحد يقول اللهم عجل لوليك الفرج، ليش؟ عندي مشاكل الإمام يحلها، يعني هذا يريد لنفسه، عندي مشاكل الإمام يحلها. فهذا في الواقع منطلق نفسه لا منطلقه الله سبحانه وتعالى.
يقول أنا مظلوم، أريد الظلم يرتفع عني، أنا مظلوم أنا. هذا ما يخالف، ما بيشكال، لكن هاي درجة واطية متدنية. تقول ليش الإمام تريده يظهر؟ أقول أريد الحق يكون حاكم على العالم، هذا أريده. أنا أحب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أريد الظلم يرتفع عنهم، عنهم مو عني. صحيح لو الظلم ارتفع عنهم عني هم يرتفع، بس هذا مو منطلقي. ودي الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة بعد ما راح يبيع دينه بأي شيء من الأشياء، بأي ثمن من الأثمان، حتى لو كانت فيه نفسه، حتى لو قتل، حتى لو قطع. لكن إذا الإنسان كان منطلقة غير منطلق، يوم القيامة أهل جهنم يحترقون في جهنم، ونار جهنم فالنار عجيبة وغريبة. أكو في بعض الأحاديث نار مظلمة، وإذا شرارة من هذه النار أصابت الكرة الأرضية لحولتها إلى رماد، شرارة واحدة الكرة الأرضية كلها تصير رماد. ويعذبون في هذه النار ويدعون الله سبحانه وتعالى أخرجنا منها، رجعنا إلى الدنيا، راح نصلح كل الأمور. الله سبحانه وتعالى شنو يقول؟ يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يكذب بس يريد يتخلص من هذا العذاب. هسه زين تريد تتخلص، تريد تصلح الأمر؟ لا، هذا نيته عوجة، هو أعوج وهو في العذاب. صحيح يريد يتخلص ويستغيث، وهم يصطرخون فيها. لو كانوا يصدقون لعله الله سبحانه وتعالى كان يرحمهم، بس ما يصدقون، ما إلهم قابلية للرحمة. أكو إنسان إلى قابلية للرحمة، الله رحيم رحمن، يرحم يرحم الجميع، بس أكو واحد ما يستحق هاي الرحمة. إعطاء هذه الرحمة ظلم خلاف الحكمة. إذا فت فقير استجدى، زين أنت تدري أنه يريد هذا الفلوس اللي يأخذ منك، يروح بهذا الفلوس يشتري السلاح ويقتل مؤمنا. إذا أنت أعطيت له هذا الفلوس عملك صحيح؟ تقول أنا كريم ليش لا أعطيه فلوس؟ أنت كريم بس لازم تكون حكيم. الإنسان لازم يكون كريم بس لازم هم يكون حكيم. في إحدى البلاد كنا في البحرين، الله ينقذ المؤمنين هناك، قبل سنوات. ففي السيارة كنا في الإشارة الحمراء، السيارة كانت واقفة، واحد يتقدى يستجدي من الناس، فصاحبنا الله يحفظه ويشافيه ويعافيه قال هذا من الصبح إلى الليل يتقدى يقدي، بس ما صار كم فلس بإيده يروح إلى المخمر يشتري خمر زين ويشرب عرق، وخلص العرق مرة ثانية يجي يستجدي يجمع فلوس. زين إذا واحد اطاه فلوس هذا صحيح عمله؟ ويقول أنا كريم. عملك مو صحيح، كريم لازم كرمك يكون شنو في موقعه. لذا من الأدعية أصاب الله ببرك مواقعه، الله رحيم بس حكيم، هذا ما يستاهل الرحمة لذا ما يرحمه. مو أن الله مو كريم، لا هذا ما يستاهل الرحمة. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أكو في حديث يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول ذول العصاة الكفرة المجرمين خو كم يوم أجرام؟ يوم يومين سنة سنتين، نقول 100 سنة عمر، و100 سنة كله بالجرم كان والجريمة. وليش خالد في نار جهنم؟ مو لازم يكون توازن بين العقاب وبين الجريمة؟ زين ليش هذا لازم أبد الآباد يكون في نار جهنم؟ الإمام عليه الصلاة والسلام يجيب بما معناه أنه ذول اللي هم يخلدون في نار جهنم، ذول عندما يرتكب جريمة كان في نيته أنه لو خلد في الدنيا يرتكب الجريمة. يعني لو صدام كان حاكم 1,000,000 سنة، نيته أنه خلال هالمليون سنة هم يجرم ويقتل. هذا الفاسق الكافر نيته أنه لو خلد في الدنيا أنه يستمر في الجريمة، وهذا الإنسان المؤمن نية أنه لو خلد في الدنيا
يعني أنت الآن عمرك 40 50 60 سنة، لو الله يعطيك 1000 سنة، أنت هاي 1000 سنة شنو تقضيها؟ بالصلاة وزيارة الإمام الحسين والعبادة، هالشكل نيتك بعد، وذاك نيته أنه يصرفها في الإجرام، فأنت تخلد في الجنة إن شاء الله بسبب نيتك، وذاك يخلد في النار بسبب نيته. على كل حال الإنسان لازم يصحح طريقة فكره، وهذا يحتاج إلى التجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى المعرفة والعلم. زين، العلم والمعرفة إما بالقراءة إما بالاستماع إلى العلماء والخطباء والمؤمنين، أو يقرأ الإنسان الكتب، وتهذيب النفس. يعني دائما الإنسان يحاول أن يروض نفسه، ولكن نفسي أروضها بالتقوى، أروضها، لأن نفس الإنسان مثل جسم الإنسان. الإنسان إذا كم يوم ترك ترويض الجسم يترهل الجسم، ذول الرياضيين الكبار شنو يسوي؟ هذا الطول أيامه يقضيها في التمارين الرياضية. النفس الإنسان لم تحتاج إلى ترويض، ولكن نفسي أروضها بالتقوى، العلم، العمل، الالتفات. يعني الإنسان كل خطوة يتخذها يفكر أنه هاي الخطوة صحيحة كانت لو مو صحيحة، فيها رضا الله سبحانه وتعالى أو لا. أكو في الحديث الشريف أن الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: كل عمل أقوم به أني أفكر بالله قبل ذلك العمل وحين ذلك العمل وبعد ذلك العمل، حتى العمل لما ينتهي هم يكون التفكير في الله سبحانه وتعالى. لأنه يمكن العمل يكون صحيح بس بعدين الإنسان يبطله: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فعلى كل حال الطريقة الصحيحة في فكر الإنسان هي التي تؤدي بالإنسان إلى أن لا ينحرف عن الطريق الصحيح في الأزمات، وخاصة في الأزمات. والله سبحانه وتعالى دائما يمتحن الإنسان، يخليه في امتحان، دائما امتحان. فالإنسان إذا ربى نفسه يخرج من الامتحان بدرجة عالية، يكون ترقية له، وبالنتيجة ينال رضا الله سبحانه وتعالى والجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار